مكرمة روسية تمثلت في صور الأقمار الصناعية الروسية من أجل تسهيل التحقيقات الجارية في تفجير مرفأ بيروت، فحملها الوزير عبدالله أبو حبيب ونقلها إلى وزارة الخارجية لتفتح نقاشا سياسيا وقانونيا حول الأصول التي يجب أن تعتمد بكيفية التصرف بهذه الصور. فمن هي الجهة التقنية التي يمكن أن تفك رموزها؟ أمام المحقق العدلي طريقان، إما أن يوجه استنابة إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لشعبة المعلومات، واستنابة أخرى بنسخة أخرى عن هذه الصور لمديرية المخابرات في الجيش اللبناني، وكل يقدم تقريره إلى هذه الغرفة، غرفة المحقق العدلي، وللمحقق العدلي في ذات الوقت أن يستعين بخبراء سواء من الترجمة وسواء من مختبرات للصور. أما الطريق الثاني، ممكن أن يلجأ إلى واسط النيابة العامة التمييزية إلى تشكيل لجنة من فريقي الأمن، سواء مخابرات أو قوى الأمن الداخلي المعلومات، ومعهم خبراء من مختبرات أو كذلك الترجمة، أن يؤلفوا لجنة تحضر جميع أعضائها إلى غرفة المحقق العدلي، وكل يقدم تقريره ويصاغ تقرير بالنهاية بالنتيجة عن هذا، عن هذه الصور. خبايا وأسرار الصور لا تزال طي الكتمان حتى الساعة، علما أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفي ختام أعمال منتدى فالدايا الدولي اعتبر أن الكارثة كانت مرتبطة بعمليات فساد وإتجار غير مشروع بهدف تحقيق رغبة القائمين بذلك في تحقيق مكاسب مالية، مستبعدا بكلامه أي اعتداء خارجي. نتيجة الخبرة الموجودة عندنا وهي خبرات متقدمة، أعتقد أنه كل المقاطع المحذوفة ممكن أن يتبين للخبراء أين حذف مقطع وأين لم يحدث، وهذا أعتقد إذا بدنا نحكي سياسي، بوتين يعني يحترم أمن إسرائيل حتى في سوريا، حتى في تدخلها في سوريا وفي كل مكان، ممكن أن يلجأ إلى هذه الطريقة إذا ما كان اعتداء خارجي، يعني كل تكهنات. بات شبه مؤكدا أن الصور لا تتصل بلحظة الانفجار، فهل ستخدم التحقيق أم يا فرحة ما تمت؟ طوني منصور، قناة الجديد.